العملاق الأناني حكاية من التراث الإنجليزي. في قديم الزمان وفي قرية من قرى الريف الإنجليزي كانت هناك حديقة جميلة أطلق عليها حديقة العملاق. هذا هو مالك الحديقة الجميلة، لقد عاد لتوه من رحلة طويلة وهو الآن في طريقه إلى بيته. لقد كانت رحلة طويلة وشاقة، أشعر بعطش شديد. ترى كم مضى على سفري، لقد غادرت المكان في الشتاء وكان عمري آنذاك 18 عاما، أي قبل 30 عاما من الآن. لقد جد الكثير ورأيت الكثير من الأشياء، ولكن ليتني أعرف لماذا غادرت المكان. لا أعرف لماذا غادرت المكان. مضت 30 عاما منذ أن غادر صاحب الحديقة المكان، وقد تحولت حديقة العملاق إلى مكان للعب الأولاد ومرحهم. إنها حقا لحديقة جميلة وفسيحة، ليس هنالك أجمل ولا أبهى من هذا المكان للعب، لذا كانت الحديقة دائما ملأى بالأطفال. لقد تعجب العملاق وانزعج كثيرا عندما شاهد مقر سكناه وقد أصبح مكانا للعب الأطفال ومرحهم. هيا ابتعدوا عن هذا المكان، هذه حديقتي ومكان راحتي، هيا ابتعدوا من هنا، قلت ابتعدوا، ابتعدوا جميعا هيا. ليتني أعرف لماذا غادرت المكان قبل رحلتي الطويلة. لماذا غادرت المكان؟ لماذا؟ لم يعرف العملاق سبب مغادرته المكان، ولم يستطع أن يتذكر لماذا قام بتلك الرحلة الطويلة عندما كان في سن 18. واستمر العملاق في طرح السؤال ذاته حتى جاء الشتاء. بالحقيقة إن العملاق قد كبر في السن. متى ينتهي هذا الشتاء يا إلهي؟ لقد كان الشتاء طويلا حقا، من المفروض أن يبدأ فصل الربيع، ولكن هذه المرة يبدو أن الشتاء قد طال، حتى أن العملاق بدأ يشعر بالامتعاض. الربيع، يا لها من ظاهرة غريبة، لقد حل الربيع على الوادي منذ فترة طويلة، ولكن الربيع لم يحل على حديقة العملاق المحاطة بسياج مرتفع. الجو بارد، يا له من الجو البارد، إنني أتجمد، سوف أموت من هذا البرد. متى ينتهي هذا الشتاء يا إلهي؟ إنني أتجمد، أتجمد، يا له من برد قارس، ماذا أفعل؟ الشتاء طويل.
الربيع. يا إلهي، لقد جاء الربيع. أوه. إني سعيد سعيد سعيد، حديقتي بها زهور. إني سعيد حديقتي بها زهور، جاء الربيع جاء الربيع. أنتم أيها الأطفال، ألم أقول لكم من قبل لا تأتوا إلى حديقتي أبدا؟ هيا ابتعدوا من هنا، ابتعدوا، قلت لكم ابتعدوا ولا تأتوا إلى هنا ثانية. أوه، ماذا حدث؟ كيف حدث ذلك؟ لقد ذهب الربيع. ماذا يستطيع المرء أن يقول؟ حالما غادر الأطفال الحديقة الجميلة حل الشتاء عليها مرة ثانية. أوه، كيف حدث ذلك؟ أنت أيها الصبي، لماذا لم تذهب مع بقية الأطفال؟ ها؟ لهذا السبب حدث ما حدث. وأدرك العملاق بأن المكان الذي لا يسمح فيه بدخول الأطفال لا يدخله الربيع أيضا. ثم عمد إلى سور حديقته الجميلة وحطمه تحطيما وسمح للأطفال بالدخول. ومنذ ذلك الحين والربيع لم يغادر الحديقة أبدا. ومرت سنوات وسنوات، وتقدم السن بالعملاق، ولكنه كان سعيدا، لقد كان دائما محاطا بالربيع والأطفال المرحين. كم أنا مشتاق لرؤية ذلك الطفل الرائع، ولكنه لم يعد ثانية إلينا. ماذا يفعل يا ترى الآن؟ لقد تقدم السن بالعملاق، وها هو يستعد لرحلة نوم لا يقظة بعدها. وفجأة ظهر له الطفل ثانية. أوه، أنت يا عزيزي ثانية. جئت لأخذك. أهلا بك يا عزيزي، بالطبع أنا جاهز للذهاب معك. أنا أشكرك، لقد علمتني يا عزيزي معنى الربيع وطعم الدفء. أشكرك من الأعماق من الأعماق يا عزيزي. هل تذكرت لماذا غادرت الحديقة الجميلة قبل سفرتك؟ نعم نعم تذكرت، لقد كنت وحيدا وعشت وحدة قاسية ومؤلمة. أنا متأسف جدا على ضياع ذلك الوقت الثمين يا عزيزي. نعم صدقني، فعلا لقد أدركت ذلك في الوقت المناسب، ولكنك لست الوحيد الذي يعاني من الوحدة. تعال معي الآن لنذهب في رحلة طويلة، ولكن هذه المرة لن تكون وحيدا، سأكون معك.